بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنعرف كيفية تسليم المشروعات البحثية من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي وبعض طلاب الخدمات والصف الأول والثاني الثانوي منازل وطلاب الدمج. هنسلم إزاي؟ عشان نسلم مشروع البحث لازم التلميذ يسلمه عن طريق حاجتين. الأول إن هو يسلمه إلكترونياً، طبعا ده هيكتب على الكمبيوتر ويسلمه على منصه اودومودو، والحل الثاني يسلمه ورقيا، وهنشوف الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله. ورقيا طبعا هيسلمه عن طريق مظروف مغلق وهيسلمه للمدرسه. طيب اولا هنشوف اللي هيسلمه الكترونيا. اول حاجه لكل صف رمز، يعني ايه؟ يعني الصف الثالث الابتدائي الرمز بتاعه G3، الصف الرابع الابتدائي الرمز بتاعه G4، الصف الخامس الابتدائي الرمز بتاعه G5، الصف السادس G6، الصف الأول إعدادي G7، الصف الثاني الإعدادي G8، الصف الثالث الإعدادي G9، وهقول لك إن شاء الله الرموز دي هتتكتب فين. في حالة الرغبة في تسليم المشروع إلكترونيًا، يعني التلميذ هيسلمه إلكترونيًا مش هيسلمه ورقيًا، ورقيًا هقول لك إن شاء الله بعد كده. إلكترونيًا هناك 7 خطوات لازم يعرفهم. أول حاجة قم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF. الملف عندي وورد بالشكل ده، وورد يعني ينفع اتحكم فيه واعدل فيه زي ما كتبه التلميذ وورد. طيب هيحفظه PDF ازاي؟ خلي بالك معايا، ده مثال لمشروع الطاقة للصف الثالث الابتدائي. هنحفظه ازاي PDF؟ هضغط على كلمة ملف، ولو عندك انجليزي هتبقى اسمها فايل، هضغط عليها وبعد كده هدوس على حفظ باسم، ولو انجليزي هتبقى اسمها سيف از. بعد كده هضغط على المكان اللي انا هحفظ فيه، مثلا ديسكتوب اللي هو سطح المكتب، طبعا هو موضوع الطاقة. هاجي عند كلمة اسم الملف، طبعا اسمه الطاقة. بعد كده حفظ كنوع، هفتح الخانة دي من السهم اللي نازل لتحت، وهبحث عن كلمة PDF وهضغط عليها، بعد كده هدوس حفظ. كده الملف اتحفظ عندي PDF وهوريك شكله. ادي الملف بعد ما اتحفظ PDF، ما ينفعش اعدل عليها لان كده اصبح PDF ما ينفعش التعديل عليها، اتحفظ زي ما انا كتبته. طيب هنشوف الخطوات بعد كده. هنشوف الخطوه الثانيه، قم بتسميه ملف PDF كالاتي. اكتب الرقم التعريفي اللي هو رقم التلميذ نفسه، ولو مجموعه هنكتب رقم واحد منهم بس، يعني لو 3 او 4 او 5 او 2 هنكتب رقم واحد منهم، اي واحد فيهم. اكتب الرقم التعريفي للتلميذ يليه الصف الدراسي، اللي هو لو في الصف الثالث هنكتب GR، وهوريك دلوقتي عملي. ادي الملف بعد ما كان وورد اصبح PDF، هضغط عليها كليك يمين وهنزل على رينيم، يعني تغيير الاسم، هنزل على رينيم، اصبح متاح ان انا اغير الاسم. هكتب الكود بتاع التلميذ، هكتب الكود بتاع التلميذ، بعد كده رمز الصف. التلميذ ده في سنه كام؟ في سنه ثالثه ابتدائي، هكتب G3، يعني ده في ثالثة ابتدائي. كده حفظته وغيرت اسمه بالطريقة اللي احنا عارفينها، PDF وغيرته بالطريقة دي. هنشوف باقي الخطوات. الخطوة الثالثة، ادخل على حسابك على منصة ادومودو. طبعا هدخل على الحساب بتاعي اللي انا سجلته على منصة ادومودو، هتشوف الفصل اللي انت سجلت فيه، هتلاقي ايقونة جديدة طلعت ظهرت اسمها المشروع البحثي لعام 2019-2020، هتكون بهذا الشكل، هتضغط عليها. يبقى اول ما ادخل الفصل بتاعي اللي انا سجلت فيه هلاقي ايقونة جديدة ظهرت اسمها المشروع البحثي لعام 2019-2020، هضغط عليها هتطلع لي نافذة تاني جديدة. ايه النافذة دي؟ النافذة الجديدة اللي هي دي، بعديها هلاقي كلمة رفع ملف، قم برفع ملف PDF، هضغط على رفع الملف، كلمة رفع ملف هضغط عليها هيظهر لي الكمبيوتر عندي، هشوف انا حفظت الملف بتاعي فين اللي هو PDF، هدوس رفع هيترفع على المنصة. طيب بعد كده قبل ما اضغط تسليم، خلي بالك قبل ما اضغط تسليم، لو مجموعة مقدمة البحث، يعني لو 4 طلاب او 5 طلاب او 3 او 2، هكتب الاكواد بتاعتهم في خانة اسمها خانة التفاصيل، هكتب الاكواد في خانة التفاصيل، ثم بعد ذلك هضغط على الزر النهائي اللي هو التسليم رقم 7، هضغط على زر التسليم النهائي وبنا كده سلمته والحمد لله. بس خلي بالك الكلام ده امتى؟ الكلام ده يوم 9 مايو يعني السبت الجاي، والمدة اسبوع اخر يوم 16 مايو،
يعني معاك يوم 9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16، يعني هنبدأ إن شاء الله من السبت للسبت. هنشوف التلميذ اللي هيسلم ورقيا. التلميذ بعد ما كتب البحث سواء بخط اليد أو على الكمبيوتر وورد وهيطبعه ويسلمه للمدرسة، تمام؟ يعني هو التلميذ كده خلاص كتب البحث بإيده أو على الكمبيوتر، ولكن التسليم مش على المنصة، التسليم في المدرسة، خلاص؟ طيب هيعمل إيه؟ أول حاجة الفئات اللي هتسلم البحث ده، الفئات التي ينطبق عليها هذا، الفئات اللي هي هتسلم البحث بإيدها، أول حاجة الطلبة الراغبين في تسليم المشروع ورقيا من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي. وبعد كده طلاب المنازل اللي هم أولى وتانية ثانوي، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج. دي الفئات اللي هي يمكنها تسليم البحث يدويا. طب ايه الخطوات؟ اول خطوة بعد تجهيز المشروع ورقيا ضعه في ظرف مغلف. يبقى انا بعد ما اجهز البحث وكتبته بايدي او كتبته على الكمبيوتر وهسلمه للمدرسة يدويا، يبقى لازم اضعه في ظرف زي كده، تمام؟ طيب وقم بكتابة الارقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع. لو واحد بس هيقدم المشروع هيكتب الرقم التعريفي بتاعه، طيب لو 2 أو 3 أو 4 أو 5 كل التلاميذ هتكتب الأكواد بتاعتها على الغلاف من بره، وخلي بالي أكون كاتبهم في الملف من جوه سواء يدوي أو على الكمبيوتر، لازم أكون كاتب في الملف من جوه وأكتبهم أيضا على الظرف المغلق من بره. بعد ما كتبت الأكواد بتاعت التلاميذ اللي هتقدم المشروع هكتب الصف الدراسي ده في سنة كام، 3 ابتدائي، 4 ابتدائي، 5 ابتدائي وهكذا. ثم بعد ذلك الفئة الخاصة مثل المنازل وغيرها، الفئات الخاصة هتتكتب. لو تلميذ مش في الفئات الخاصة خلاص مش هنكتب الفئات الخاصة. وخلي بالك كويس ان هيبدأ التسليم يوم 9 مايو وينتهي 16 مايو، هيبدأ التسليم يوم 9 مايو وهينتهي يوم 16 مايو زي التسليم الالكتروني. يبقى كده ان شاء الله انتهينا. ونخلي بالنا لما نروح المدرسة نسلم المشروع مش ضروري نروح كلنا في يوم واحد، ممكن نروح يوم 10، يوم 11، يوم 12، يوم 13، يوم 14، المهم عشان ما نعملش زحمة، ولما اروح اكون واخد احتياطاتي من لبس الكمامة وكذلك وراعي المسافات لو كان في زحام في المدرسة. بكده ان شاء الله نكون قد انتهينا. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وشارك الفيديو عشان غيرك يستفاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.